قدرات الأطفال الجسدية والسلوكية والمعرفية وغريزة الفضول لديهم التي تدفعهم لاستكشاف ما حولهم، قد يؤدي هذا إلى وقوع بعض الإصابات، وذاك لضعف قدرتهم على تقدير الخطر أو حتى الاستجابة له. أحد هذه العوامل عدم استخدام مقعد الأمان للأطفال في السيارة، حيث وجد الباحثون أن 60% من الأهالي لا يقوم بتثبيت كرسي الأمان بشكل صحيح في السيارة. ثانياً، حوادث الدهس داخل إطار المنزل وخارجه. ثالثاً، الانهاك الحراري في السيارة. رابعاً، عدم استخدام الخوذة أثناء ركوب الدراجة أو السكوترات أو أثناء ركوب ألواح التزلج، ونعلم أنها تخفف من إصابات الرأس نسبة قد تصل إلى 85%. نصائح أخيرة للأهل: يجب على الأهل أن يكونوا على دراية بالإسعافات الأولية بشكل عام، وأن نكون قدوة لأطفالنا في استخدام حزام الأمان، ولا نترك الأطفال أبداً في السيارة لوحدهم حتى لو دقيقة، وعلينا تعليمهم سلامة المشاة على الطريق. وكما نعلم دائماً، درهم وقاية خير من قنطار علاج.